في إطار حرص مملكة البحرين على توفير بيئة تكنولوجية آمنة للأفراد والمؤسسات، تم الإعلان مؤخرا عن أعداد استراتيجية وطنية للأمن السيبراني بغية التصدي لتهديدات الأمن الإلكترونية الحالية والحد من مخاطرها وحماية مصالح المملكة في الفضاء الإلكتروني. ولقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السيد عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين. سيد عدنان، بداية نرحب بك، وكما يعلم الجميع أن جميع البنوك في دول العالم تتعرض لهجمات إلكترونية، هل لك أن توضح لنا كيف يتم تحصين البنوك البحرينية ضد الهجمات السيبرانية وأيضا الأنشطة الاحتيالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على هذه الاستضافة. وأنا أحب أن أؤكد لكم أن جمعية مصارف البحرين تتعاون مع جهات رسمية من بينها المركز الوطني للأمن الإلكتروني وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومصرف البحرين المركزي، وقاموا بإعداد استراتيجية وطنية للأمن السيبراني للتصدي للتهديد الأمن الإلكتروني الحالية والمتزايدة. وهذا الموضوع يعني ليس موضوع بسيط، بل هو موضوع يعني متعقد وموضوع هام بالنسبة ليس لدولنا الخليجية وليس للبحرين، ولكن لدول العالم. يعني العالم الآن عندها تحديات كبيرة على كيف تقوم بصد الهجمات السيبرانية والأنشطة الاحتيالية على البيانات الموجودة في المؤسسات المالية. فقد قامت الحمد لله البنك المركزي بإعداد يعني وتهيئة البنوك للقيام بوضع أنظمة تساعد هذه الأنظمة للدفاع عن أي هاكر يدخل داخل هذه الأجهزة لأخذ البيانات. نعم. فالحمد لله يعني احنا نقول ان البنوك البحرينية يعني تحاول، هي في مأمن الآن، ولكن تعرف يعني المواضيع الهجمات ليس بالموضوع السهل. نعم. في سياق ما ذكرته سيد عدنان، هناك جهود موجودة تشكر، ولكن هل من توجهات لإقرار تشريعات تنظيمية جديدة لمكافحة الاحتيال المالي في البحرين؟ اي نعم، هناك قام مصرف البحرين المركزي يعني بدور كبير في اصدار الارشادات والقرارات المعنيه لتعزيز الامن السيبراني، لان هذا موضوع جدا مهم. وبالعكس هناك لجنه تقريبا شبه يوميه تتابع هذا الموضوع مع البنوك، والبنوك باستمرار يعني اي موضوع دخول اي يعني انسان او نظام او جهاز داخل أنظمة البنوك يقوم البنك بالاتصال والتنسيق مع مصرف البحرين المركزي، لأن هذا قلت لك يعني هذه المشكلة مشكلة وتحديات كبيرة تواجه العالم ككل. ونحن بسبب أن البحرين عندها تقدم كبير في موضوع الديجيتال، ما ديجيتال والأشياء، تحويلات عن طريق الديجيتال والتحويلات الإلكترونية، فيجب أن يكون هناك عندك نظام قوي يساعدك على تنفيذ العمليات والاحتياط من موضوع الهجمات السيبرانية والأنشطة الاحتيالية. طيب سيد عدنان، باختصار هل لك أن تحدثنا عن معايير الأمن السيبراني في بنوك البحرين؟ والله شوف، الحمد لله المعايير اللي موجودة في البنوك أنا أقدر أقول لك هي ممتازة، والبحرين قامت بعمل هذه المعايير تقريبا من سنوات عدة، لأن احنا كنا نشتغل حتى على موضوع الديجيتال في البحرين بنظام يعني من مدة لا تقل عن حوالي 10 سنوات. اليوم انت في البحرين اي مواطن انت تلاحظه يدفع كل شيء الكترونيك، يعني ما ولا النقد موجود في جيبه، وهذا يدل ان الالكترونيك معناته ان هناك انظمة قوية في الجهاز المصرفي تحت اشراف البنك المركزي البحريني ليواكب هذه الاشياء. ولكن انا عندي رجاء من الاعلام ان باستمرار تغطي هذا الموضوع، لان هذا الموضوع يحتاج الى توعيه، ليس فقط انشاء انظمه ولكن كذلك توعيه المواطن وتوعيه المتعامل مع البنوك. صحيح. اذا السيد عدنان احمد يوسف، رئيس مجلس اداره جمعيه مصارف البحرين، شكرا جزيلا لك.